أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. استنزاف مالي وتقني لحكس هذه المنظومة المسمات أراو أو السهم الجيل الثالث منه، والذي جرب في إيبات من أجل حمايتها من صواريخ قدس ثلاثة اليمنية. وهناك أيضا إمكانية لاستخدام صواريخ أخرى اضطرت مع إسرائيل إلى استخدام صاروخ أراو 3 ما بين اثنين، الجيل الثاني والثالث، ولفشل الثاني على الأقل ولأربعة أشهر. الأمر كان معروفا في الأوساط العسكرية، هناك اعتماد على أراو 3 الجيل الثالث. وهنا يطرح سؤال: أي استنزاف؟ لأن كل صاروخ يطلق من حتس ثلاثة فهو يكلف $3 ملايين، $3 ملايين لكل إطلاق. كم حاول الإسرائيلي اعتراضه عندما كان يقترب من إيلات؟ إذا هناك 16 اعتراض على أقل تقدير، فإن العملية كلها بالنسبة لقدس ثلاثة أو ما يشبهه أو على الأقل من نفس الترسانة المخولة لإنجاز هذه المهام من اليمن، فإننا نتحدث الآن عن $44 مليون. إلى حدود هذه اللحظة هذه خسائر مباشرة للاعتراض. ولماذا تجريب حتس إذن ثلاثة؟ لسبب رئيس: لأن أمامنا صفقة بين ألمانيا وما بين إسرائيل وصلت إلى حدود 3.53 مليارات ونصف المليار دولار، وكانت القيمة سابقا ب4.3، بمعنى 4.3 مليار دولار. فهناك $800 مليون خسائر. هذه هي الصفقة التي كان معولا أن تكون، واستمرت ألمانيا في هذا الدعم المباشر لصالح هذه المنظومة. ورغم اعتراض فرنسا، وهذا هو السبب في قرب ألمانيا من كل ما يريده الإسرائيلي عموما، لأن هناك صفقة هامة جدا لصالح ما يسمى بأمن ألمانيا. وهنا يطرح سؤال حول درع أو الدرع الجوي لأوروبا والتحفظ الذي أبداه الفرنسيون، وبقي الوضع على ما هو عليه. فدائما ما كانت فرنسا تحاول أن يكون هناك أمن أوروبي، وهذا المساس اليوم بإدخال أراو 3 الإسرائيلي الأمريكي. فالضوء الأخضر أخذه الأمريكي قبل بيع إسرائيل حتس 3 إلى ألمانيا. يعني أن هذا الصاروخ هو صاروخ مشترك، هذه الإشارة فقط، مع شركة أمريكية أولا، وثانيا أن هناك قرار بأن هذا المشروع مشروع مشترك. إذا الأراو كما يظهر كان وريث استنزاف وحدة، أولا حيرف ماجن. إذا أول شيء يمكن ملاحظته أن هناك استنزاف للوحدة المستخدمة لحيث ثلاثة من إيلات والمسمات بحيرف ماجن. ثانيا أن الرادار أوران يورك أثبت في حتس 2 فشله، والآن جزئيا فقط. شركة بوينغ تقيم الأمر بطريقة مختلفة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية ومنذ إشراك إسرائيل في حرب النجوم في 6 مايو 1985 مع مشروع ريغان، والكل يعلم أن هذا الصاروخ بـ1300 كيلوغرام وبـ800 ملليمتر وبالمنصة الأرضية من 6 خانات، كل هذا نعرفه. وهناك أساسا صعوبة في القول أمام
هناك تفصيل تقني لا بد منه لمعرفة لماذا أراو 3. فالصواريخ إما أن تكون عند يكون الاعتراض عند طبقة ستراتوسفير من الغلاف الجوي، وهناك الباتريوت باك 3 فهو أسفل الغلاف الجوي، وهناك ثاد أعالي ستراتوسفير، لذلك فهناك اختلاف في هذه النقطة على وجه التحديد. إذن أمامنا هذا التدقيق الشديد الأهمية بالنسبة لهذا الصاروخ. إذن ألمانيا تركت السيادة الأوروبية، اشترت مع الأمريكيين، دخلت في الشراكة، شراكة الأراو الذي يدمره الآن الإيراني ويدمره اليمني ويستنزفه بشكل عال جدا، لأن كل صاروخ يكلف أولا يزيد من تكلفة الحرب على غزة. إذا الحوثي إن وصل صاروخ واحد، هو عندما يطلق مثلا 15 صاروخ، هناك ما يعترض من طرف الفرقة اليونانية بالباك 3 على الأراضي السعودية، نجد أمامنا السفن الأمريكية، الآن السفن الإسرائيلية، وممنوع منعا كليا وصول أي سفينة إلى مقابل اليمن، لأن كما أسقطت اليمن الدرون الأمريكي MQ-9 سنجد أن هناك ضرب سيكون مباشرا على هذه السفن الإسرائيلية. وهذا معناه أن الاعتراض القريب من هذه الصواريخ مستبعد، ويكشف أن أي اعتراض أو المعترض لعدم وصول إلى إيلات يتم تجاوزه. ومن ثم أيضا سنجد في الاتجاه الآخر أن هناك إطلاق مع اعتراض، لكن الاعتراض مكلف $3 ملايين. إذن أمامنا استنزاف في البحرية، ولذلك فقد أفرغت البحرية مقابل قطاع غزة ب 15% إضافية. البحرية الآن في إسرائيل، وبعد هذا التحدي اليمني أصبحت تشتغل بصفر ما بعد المدفعية، ما بعد ليالي المدفعية أصبحنا نرى أن البحرية الآن بأقل طاقتها في سواحل غزة، لأن 15% تقريبا من هذه البحرية أصبحت الآن في البحر الأحمر للاعتراض، وأصبحت 50%، وهذه بتقارير رسمية وبكلمة حسن نصر الله عندما تحدث عن 50% من البحرية أمام لبنان. وأمامنا إذن العمل والاشتغال بحدود 20-25% في سواحل غزة، مما جعل البحرية أضعف بكثير في أدائها، والكل يرتكز الآن على البري. وكان مهما جدا نقل سلاح الجو باتجاه لبنان، وهكذا سيبقى وضع القوات البرية حصرا لغزة، وهذا له حساباته أيضا. على العموم الآن الاستنزاف الأول استنزاف مالي، الاستنزاف الثاني استنزاف على صعيد البحرية ونقل جزء من البحرية الإسرائيلية إلى البحر الأحمر. المسألة الثالثة أن هناك ناقص 800 مليون دولار في الصفقة الموقعة بين ألمانيا وما بين إسرائيل، ويمكن أن تنزل القيمة السهمية أو القيمة المالية لهذه المنظومة المسمات أراو السهم وحيتس. إذن الأمر هنا أصبح واضحا. الحوثي عندما تحدث وبشكل مباشر عن قصف السفن كما قصف وأسقط MQ-9، فهذا معناه أن الحرب توحد فيها جبهة اليمن كلا من أمريكا وإسرائيل دفعة واحدة. إذن أمامنا صورة هائلة للغاية لما يمكن الاعتماد عليه من الاستنزاف المالي من هبوط القيمة السهمية
أحسن منظومة أمريكية إسرائيلية وإلى أبعاد أخرى جيوسياسية على صعيد الانتشار الناري لإسرائيل وأيضا الجبهات المخولة. وهنا لابد من استخلاص أمر أن الحوثي اليوم نجح بشكل كبير جدا، لأن الخسائر على الأقل المفترضة إلى حدود هذه اللحظة تتجاوز 65 مليون دولار، بالإضافة إلى التحريك بنفس هذه القيمة تقريبا 10 ملايين دولار، وهناك خسارة مباشرة للقيمة لأرو بحدود 3 ملايين دولار لكل إطلاق موجه لاعتراض صاروخ قدس 3 أو أمثاله أو أشباهه. إذن هذا معناه أن الحوثي يعمل على مستوى استثنائي في هذه الحرب، رغم أن الكل لا ينظر إلى هذه الجوانب، ولكن من الجانب الجيوسياسي ومن جانب البحر الأحمر ومن جانب إبعاد إسرائيل من البحر الأحمر ومن باب المندب، كل هذا تركه الآن الإسرائيلي والأمريكي. ما بعد كارني وجدنا أنه لا يعترض، ويعترض بطريقة غير مباشرة، وفي نفس الآن خلق إشكالا كبيرا جدا في عمل البحرية الإسرائيلية والأمريكية المتنافستين على الاعتراض. ورغم ذلك وصلت الصواريخ إلى إيلات، إلى سماء إيلات، وصورها أساسا المدنيون، لنجد في النهاية أن استنزافا إضافيا أمام الصواريخ الإيرانية، لأن كل صاروخ يطلق الآن على أي صاروخ يمني فهذا يعني ناقص من المستودعات. وأمام حفاظ إيران على كامل قدراتها وعلى كامل كمها، فإن إسرائيل تخسر الآن الحتس، وباعت الحتس إلى أو هذه الصواريخ إلى ألمانيا. هذا معناه ماذا؟ أن المستودعات فرغت، وأن إمكانية اليوم إدارة حرب ضد إيران انتهت كاملة، خصوصا أمام المواجهة الصاروخية. وهل يكتفي الأمر بالنسبة للوضع الصاروخي مع إيران؟ هناك وضع صاروخي مع حزب الله، وأيضا بالنسبة لحبس وغيرها أصبحت على جنب. كذلك الأمر بالنسبة لباتريوت باك 3 في القيادة الشمالية، عندما لم يظهر شيء واستنزفت الباك 3 فنقلت إلى إيلات، وفي إيلات لم تشتغل وشغل حتس، وفي حتس أصبح هناك صعوبة أكبر، لأن الصواريخ اليمنية ووصلت إلى إيلات ووصلت إلى مصنع كيميائي، معنى ذلك أن الذي سيكون من حزب الله إن لم تكن هناك ضربة استباقية واستباقية عالية وبمشاركة أمريكية كاملة، في هذه الحالة يمكن الحديث يعني إحراق كل مستودعات لبنان، هذا هو المحتمل. لكن في هذه اللحظة وأمام ضرب المستودعات يمكن أن يكون الرد إيرانيا، احتمال كبير جدا، أو على الأقل يمكن النقل السريع الآن لهذه الصواريخ إلى اليمن وإطلاقها من اليمن، وهذا كله محتمل لسبب رئيس، لأن أمريكا فقدت السيطرة على البحر الأحمر، كلما ركزت على شرق المتوسط كلما خف دورها في البحر الأحمر، وكلما زاد دور الصين مع سلطنة عمان في الخليج العربي. كل هذا يعني أن أمريكا تخسر وقواعدها تضرب، وأيضا هبتها قصفت، هذا واقع الحال. والحوثي سبب في هذه الصورة. إذا المقاومة اليمنية العراقية أفقدت أمريكا هذه القوة الرهيبة باسم الردع. فإن كانت 7 أكتوبر خلقت أزمة في ردع إسرائيل، فإن كل من اليمنيين والعراقيين قلبوا ظهر المجن في واقع الأمر على كل الردع الأمريكي في المنطقة. وهذا يطرح أكثر من سؤال لا بد من القول معه، أن هذه الخسائر مع الحوثي كبيرة كلما استخدمت إسرائيل حتس 3،
ولأن حزب 2 فاشل ولأن باتريوت باك 3 أفشل أمام البركان اللبناني في تجربتين، فإن الأمر هنا أصبح صعبا للغاية وإلى أبعد حد. والحوثي اليوم على الأقل دفع كلا من الأمريكي والإسرائيلي فاتورة 100 مليون دولار كأقل تقدير بالنسبة فقط من إيلات، ومع حيث وصلنا إلى 44 مليون دولار فيما في كارني وفي غيرها من الاعتراضات على الأرض السعودية ومن خارجها. وأمام هذه التفاصيل وأمام الدرونات التي تسقط يصل الوضع إلى 96 مليون دولار، 100 مليون دولار خسائر تدفعها مباشرة إسرائيل وتمولها أمريكا، ولكن واقع الحال الآن أن نصفها على الأقل انطلاقا من الأراضي الإسرائيلية، وهذا معناه أننا أمام صعوبة كبيرة في مثل هذه الخطوة الاستثنائية بالنسبة للـ100 مليون دولار. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.